المتسابق الأول أحمد يتفضل بتقديم أطباقه. أحمد اليوم عالكها طبعاً. وعليكم السلام. تزين و من بين المنافسة. أوكي. نقطة نظام. نقطة نظام. بس خليه يتفضل بالبداية. تفضل أحمد. ها أكو بعد. عندنا طبقين رئيسيه. ثلاثه. لا رئيسيه اثنين وحلو سلطه. فطبقين رئيسيه. طبق واحد يلغي من المقبلات. خطير. خطير. يعني احمد ترى متسابق مو شويه. تفضل احمد. نعم. وعليكم السلام. تفضل المايك بايدك. نرحب بيك. الله يحفظك. ومشكور على هاي الجهود، بس اكو فقره صغيره لازم يلغي طبق، لان تمام. المتسابق كلكم احنا متفقين على ثلاث اطباق. اسمح لي انه هذا الطبق الاول لا تعتبره موجود مسابق، بس مع ذلك اعطيني رايك فيه مجرد خاص لي يعني، واشكرك. عادي. يعني الاطباق واضح. اللي راح يشتركين بس انا عندي تسمح لي فد كلمه. انا اقدم شكري لكم على هاي المرحله اللي وصلتها، خصوصا لك شيف ظافر وشيف مفيد. على التعب اللي تعبته، على الكادر المبدع اللي ما وراء الكواليس اللي تعبوا ويانا جدا وصلونا هالمرحلة، اقدم كل شكر والتقدير لهم. حبيبي شيف احمد. من المعدين. يعني اتمنى توصل، وان شاء الله اذا كنت انا استحق اصعد، وانا ما في شرف. ان شاء الله ان شاء الله تستحق. شكرا جزيلا. شرف ان كلماتك حلوة. الله يحفظك. شيف احمد المبدع. هسه محتار والله منين ابدي. المقبلات اريد اشوفها. شيف المقبلات حاولت اقدم الدجاجيك بطريقة حديثة. نفس الجاجيك مالتنا بس حاولت اقدمه بطريقه مبتكره وشرائح عالميه ومع صلصه الريحان الحامضه. نعم. وقدمت اليوم طبق استخدمت فيه لي السمك من الشركه الرائعه مالتنا اللي داعمه لنا المحيط. المحيط طبعا سمك شركه المحيط. محيطي اشتغلته بطريقه ترفه جدا. واسبكيتي اليوم ما استخدمت نفس طريقه الاسبكيتي الاوليو، لكن استخدمت الشمنت. شيف احمد هذه الطبق هذا بالاجبان حاولت اسمغه جبنه البارميزان. بارميزان انا اسميها جبنه الماعز الجبلي. اي نعم لانه هي فعلا يعني. هي اصلا من الماعز الجبلي. طيب شرائح الخيار اوكي